السلام عليكم ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في قراءة شاملة لأهم أخبار الصحف المحلية الصادرة اليوم الثلاثاء الموافق 11 من أبريل 2017. ونبدأ جولتنا بأبرز ما جاءت به صحفنا المحلية من عناوين على صفحتها الأولى. ومن صحيفة الأيام نقرأ: جلالته يمنح الرئيس الفلسطيني القلادة الخليفية، وأبو مازن يقلد العاهل القلادة الكبرى. الملك: ندعم حق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة. أبو مازن: البحرين بلد التعايش، ونرفض أي تدخلات خارجية في شؤونها. الملك للسيسي: البحرين تؤيد كل ما تتخذه مصر من إجراءات لحفظ أمنها. العدل: ترسل إنذارات للمتخلفين عن تسليم كشوف الذمة المالية. العربية للمزادات: تدير مزاد الأرقام المميزة للسيارات يوم الخميس. ونقرأ من صحيفة أخبار الخليج هذه العناوين: مجلس الوزراء يبحث ثلاث قوانين جديدة لسرعة الفصل في القضاء، الأخذ بنظام العقوبات البديلة، وإنشاء محاكم متخصصة للأطفال. ارتفاع عدد أسماء الأدوية التي تدخل البحرين من 300 إلى 1500 سنوياً. وإلى صحيفة البلاد والتي عنونت: النيابي يعتمده اليوم والشورى الخميس، البرلمان يقر محاكمة الإرهاب أمام القضاء العسكري. إسناد الخدمات الإسكانية إلى الخاص تدريجياً. المردي: طهران تسعى لتفريس الخليج العربي وتغيير ديموغرافية المنطقة. 63 تصريعا عدائيا ضد البحرين في 5 سنوات. أما صحيفة الوسط فقد عنونت: الإسكان للوسط، أو شكنا على إنهاء ملف طلبات التسعينيات. بدء وصول سائقي الفورمولا 1 إلى البحرين. أهلا بكم من جديد، ونبدأ معكم باستعراض أهم أخبار صحفنا. ومن صحيفة أخبار الخليج نقرأ: إنه تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، تبدأ اليوم فعاليات المؤتمر الدولي الآثار الإسلامية من منظور عالمي، حيث تأتي هذا المؤتمر متناشياً مع استراتيجية هيئة البحرين للثقافة والآثار لعام 2017، والتي تسلط الضوء على التراث الأثري بمملكة البحرين. إلى ذلك نطالع من الصحيفة ذاتها: إنه خلال مشاركة الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في منتدى الخليج للصيدلية الذي يعقد في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، قدمت الدكتورة مريم الجلاهمة الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية عرضا لمملكة البحرين التي استطاعت من رفع إدخال الأدوية من 3000 دواء فقط في 2015 إلى أكثر من 1500 دواء في عام 2016. مع بقاء أيام قليلة تفصل حلبة البحرين الدولية عن استضافة سباق الفورمولا 1، بيّنت صحيفة أخبار الخليج أن سائقي وفرق البطولة العالمية للفورمولا 1 بدأوا بالوصول إلى مملكة البحرين، وأنه خلال اليومين القادمين سيتوافد جميع فرق وسائقي البطولة العالمية للفورمولا 1 إلى جانب سائقي وفرق السباقات المساندة. كتب لطفي نصر مقالة في صحيفة أخبار الخليج بعنوان وطن الجميع، تحدث فيها عن الاجتماع الخاص الذي عقده جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء، يشيد فيها بدور وجهود المقيمين في مملكة البحرين. وقال الكاتب: إن دعوة جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء لعقد اجتماع خاص لمجرد شعورهم بأن كرامة المقيمين قد جرحت أو أهينت من البعض، سواء على بعض الصحف أو على مواقع التواصل الاجتماعي. وأشار الكاتب أن هذا الاجتماع لم يحدث مثله في أي مكان،
ولم تعلن أي دولة بمثل وعظمة ونبل ما أعلنه العاهل المفدى الذي أعرب عن تقديره الكبير لمواقف المقيمين تجاه البحرين. وفي ختام المقال أشار بدور أبناء البحرين الذين أدركوا معاني موقف جلالته على الفور، مضيفا أن البحرين حريصة على استمرار دور المقيمين على أرضها بالشراكة والتعاون والتآخي مع أخوانهم أهل البحرين. وإلى أهم الأخبار التي تناولتها صحيفة البلاد، حيث نقرأ منها أن وزارة الإسكان أكدت أن عدد الطلبات المدرجة على قوائم الانتظار لا تتجاوز 55 ألف طلب إسكاني، وأنها تعمل على تنفيذ أكثر من 17 ألف وحدة سكنية بمختلف محافظات المملكة. إلى ذلك نطالع من صحيفة البلاد أن الفورمولا 1 ينعش الأسواق، حيث تستعد المملكة لبدء فعاليات سباق الفورمولا 1 في الفترة من 14 حتى 16 من أبريل الجاري. ومن جهتهم أكد متعاملون في القطاع الفندقي والتجاري والخدماتي على أن استضافة فعالية مهمة مثل الفورمولا 1 تؤدي إلى ارتفاع العجلة الاقتصادية لجميع القطاعات بنسبة تصل إلى 70%. إلى خبر رياضي، لفتت صحيفة البلاد أن حامل اللقب فريق المنامة كرر انتصاره على فريق المحرق للمرة الثانية على التوالي في المواجهة التي جمعتهما مساء أمس على صالة مدينة خليفة الرياضية ضمن الجولة الثانية من سلسلة نهائيات دوري زين درجة الأولى لكرة السلة. في جولة لصحيفة الوطن بإدارة المرور، كشفت لنا في تحقيق صحفي لها أن رئيس وحدة الحوادث بالإدارة العامة للمرور نقيب أحمد السعدي قال إن أحد الأسباب الرئيسية في الحوادث هو الانشغال بالهاتف النقال، مما يسبب بعدد كبير من الحوادث والتي تصل إلى البليغة أو الوفاة في بعض الأحيان. إلى ذلك نطالع من صحيفة الوطن أن طلبة البحرين حققوا 4 ميداليات برونزية في الرياضيات وميداليتين فضيتين وواحدة برونزية في الفيزياء بأولمبياد الرياضيات الخليجي السادس وأولمبياد الفيزياء الخليجي الثاني الذين نظمهما مكتب التربية العربي لدول الخليج مؤخرا بالرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. كشف مصدر للوطن أن حفل تخرج جامعة البحرين سيكون في بداية يوليو المقبل، وكانت قد أعلنت جامعة البحرين عن فتح باب التسجيل لحفل التخرج في 26 من مارس الماضي لجميع الطلبة الراغبين في حضور الحفل بالتسجيل في الموقع المخصص لذلك. جولتنا مستمرة، ومن صحيفة الوسط نقرأ أن وزير شؤون الإعلام علي الرميحي ورئيس مجلس إدارة صندوق العمل تمكين الشيخ محمد بن عيسى الخليفة وقعا يوم أمس بمقر الوزارة اتفاقية للتعاون بين الجهتين في تدريب 100 شاب وفتاة بحرينيين من خريجي الجامعات الوطنية في المجال الإعلامي. إلى ذلك نطالع من صحيفة الوسط أن وزارة الإسكان أكدت في رد على أسئلة الوسط أنها أوشكت على إنهاء ملف طلبات التسعينيات، مشيرة إلى أنها قامت بحصر الوحدات السكنية قيد التنفيذ والمشاريع التي ستقوم الوزارة بطرحها وتوفيق تلك الوحدات مع قوائم الانتظار المسجلة لدى الوزارة حتى العام 2002. لفتت صحيفة الوسط أن إدارة التعليم المستمر بوزارة التربية والتعليم أعلنت للجمهور عن فتح باب التسجيل في برنامج تعليم اللغة الإنجليزية المستوى الأول، وذلك في الفترة من 18 من أبريل حتى 18 من مايو المقبل للراغبين في تعلم أساسيات هذه اللغة تحدثا وقراءة وكتابة.
ننتقل إلى صحيفة الأيام ونقرأ منها أن الشيخ خليفة بن عيسى الخليفة وكيل الزراعة والثروة البحرية كشف عن توقيع مذكرة تعاون مع المؤسسة الخيرية الملكية في القريب العاجل، وذلك بهدف تأهيل ودمج المنتسبين إلى المؤسسة الخيرية الملكية للدخول في سوق العمل الزراعية. أكد رئيس اللجنة التنسيقية لأعمال بعثة الحج الطبية دكتور إبراهيم فاروق في أول تصريح له خص به الأيام أن وزارة الصحة تعمل على توفير كمية متناسبة من تطعيمات الإنفلونزا الموسمية والتي تغطي طلبات الحجاج بشكل خاص إلى جانب المواطنين والمقيمين. وأخيراً لفتت صحيفة الأيام أن شركة مزاد أعلنت عن موعد تنظيم أول مزاد علني على الأرقام المميزة للوحات السيارات الخاصة، وذلك يوم الخميس المقبل الموافق للثالث عشر من شهر أبريل الجاري. وقبل ختام جولتنا الصحفية نبقى مع الكاريكاتير. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام جولتنا الصحفية لهذا اليوم. نشكركم على طيب المتابعة وحفظ الرحمن.